يعطيكم العافية شباب، الصوت واضح. كلمة السر تبعت الحضور والغياب 3 2 1. اوكي طيب، خلينا نكمل اللي وصلنا اليه. احنا بلشنا زي ما حطيت بالفيديو القصير السابق، بلشنا بشابتر 3 نتكلم عن البروسيس. خلينا نفتح السلايدات. اليوم بدنا نكمل، وصلنا اخر شيء عند سي بي يو سويتش فروم بروسيس تو بروسيس. خلينا نكبر بس شوي السلايدات. احنا حكينا سابقا في البروسيس احنا ممكن يكون عندنا على السي بي يو اكثر من البروسيس. لا، ممكن احنا سابقا حكينا انه اذا كان عندي 1 بروسيس، فبالتالي بتعامل معاه سيكونشال، يعني بياخذ عمليه بخلصها بنفذ البروسيس اللي بعديه وهكذا. هو لاحظ لما يكون في عندي كونكرنتلي انه يكون عندي بروسيس على 1 سي بي يو، فعليا بيكون مثلا شايفين هاي الاوبريتنج سيستم، هاي البروسيس 0 وهون البروسيس 1. هلا لما بيكون شغال كونكرنتلي فعليا، مثلا بيجي بنفذ بروسيس 1، هو بنفذ وينتر بروسيس 1، هيو سيف ستيتس، واخذنا شو هو البي سي بي، البروسيس كنترول بلوك اذا متذكرينه. لا، عم بسوي سيفنج، صار انتربت، خزن الادرس تبع البروسيس 01. مش معناه انه بده يوقف السي بي يو، لا، مباشره بيسوي ريلود للستيتس للبروسيس 2 من خلال البي سي بي 1، بيصير ينفذها. صار مثلا انتربت مره ثانيه هون للبروسيس 1، بيرجع بيسيفها من البروسيس كنترول بلوك، بيرجع بيسوي ريلود للبروسيس 0 وهكذا. فلاحظ كيف العملية، انه فعليا اي بصير اي صار انترب، بغض النظر شو هو الانترب، فعليا بيكون بيكمل في البروسيس الثانية وهكذا، فبتضل عملية الاكسكيوشن شغالة. اليوم بدنا ندخل، هذا كان اخر شيء تطرق اليه في المحاضرة السابقة. اليوم بدنا نتكلم عن شيء اسمه في البروسيس، شيء اسمه السكادولينج. اوكي، في السكادولينج هاي البروسيس، ما يعني فعليا لما بتروح بتتنفذ هيك عشوائيا، بروسيس بروسيس 1 بتروح بعدين بروسيس 2، هل هي سيكوانشال ولا كيف بتتم هاي العمليه؟ بصير لها نوع من انواع التنظيم من خلال سكادولينج. اوكي، سيلكت امونج افيلبل بروسيس فور نيكست اكسكيوشن اون ذا سي بي يو. هلا عشان نفهم السكادولينج مظبوط، في شيء بنسميه سكادولينج كويري، في البروسيس سكادجولر وفي السكادجولينج كويري. السكادجولينج كويري مش نوع واحد في البروسيس، في بسموه جوب كويري، في ريدي كويري، في ديفايس كويري. هل نفهمهم بالتفصيل؟ اذا مره ثانيه، السكادجولينج انه نوع من انواع التنظيم للبروسيس اللي حتروح تتنفذ في السي بي، تنظيمها مش انه عشوائيا بتروح هاي العمليات. هلا بصير جاي شيء بنسميه كويري. هذا الكويري مقسم عندي حسب، حنشوف كل واحد سرعته وحسب عمله، شيء بسموه جوب كويري. هذا سيلكت اول اوف بروسيس ان ذا سيستم، يعني كل لسه ما راحت على السي بي يو كلهم بيكونوا قبل ما يكونوا ريدي جاهزات يدخلوا على السي بي يو. في بكون جاي كويري، او جاي كويري بحط فيه كل الجوب، كل البروسيس اللي بتروح على السيستم. طب الريدي كويري هو النوع تاني، هنشوفه لو في رسمه عندنا، سيت اول بروسيس ريزيدنج ان ذا مين ميموري، موجوده في المين ميموري، ريدي اند ويتنج تو اكسكيوت. 3 2 1 كلمه السر، اكتبوها ورا الشباب، 3 2 1 هي بعتها على الجروب الواتساب. الريدي كويري بتكون كل البروسيس اللي هي بتكون موجوده في المين ميموري وريدي وبتستنى اكسكيوت، بتصير جاي كويري لها. اما الديفايس كويري هو كل البروسيس الويتنج فور اني انبوت اوت بوت ديفايس. في بعض البروسيس بحاجه مستنيه تيجيها من الانبوت اوت بوت ديفايس، سواء بده يخزن بده يقرا، بالتالي ايش بتكون ضمن كيو. حتى تفهمها اكثر اطلع على الرسمه، هون مش هاي الرسمه، بدي اورجيك اول شيء هاي الرسمة. بنرجع على البيانات، هلا بنرجع لهم. اوكي، نرجع على الرسمة هاي، هاي اللي بنسميه هون بنسميه ريدي كويري،
اللي بيجي مباشرة قبل التنفيذ اللي هو السي بي يو، هون هو التنفيذ اكسكيوشن، في شيء بسموه انبوت اوتبوت كويري. في قبل الريدي هون بيكون في شيء بنسميه الجوب كويري. جوب كويري بيكون كل البروسيس بتروح. طب عشان اوضح لك او تخيل انت، هلا انت بدك تروح تسجل مواد، اوكي تسجل، نفترض انه كان ايام زمان تسجيل، تروح على قسم التسجيل. لا المسجل نفسه هو بده يسجل لك اي وقت تنفيذ العمليه. لا انت واقفين، معقول انه طلاب الجامعه يروحوا يدخلوا على التسجيل مره واحده، مزبوط؟ بيصير قبل تروح على التسجيل في شيء اسمه تنظيم، يكون جاي كوير مثلا كليه الحاسوب اليوم الفلاني، فبصير هون في كيو يسموه جوب كويري. هذا الجوب كويري بيكون تنظيم قبل ما يصير ريدي كويري، اوكي؟ بعديها بروح على الريدي كويري. اعطيك مثال اخر، نفس الناس بده يدخلوا على مثلا البنك يصرفوا من الدولار، هم بيكونوا الناس برا مو الجوب كويري، برا البنك يكون في طابور بيرتبوهم وكل شيء. جوا البنك لما بصيروا جوا بيسوون، بصير انت واقف، اوقف على التيلر هذا او على التيلر هذا، هذا بسموه ريدي كويري، يعني بيكون بس بيستنى، يكون في الميموري وبيستنى بس waiting for to execute. بالانبوت اوتبوت كويري احيانا بعض، لاحظ انتبه، انت بتتنفذ في السي بي يو بتحتاج لبعض الانبوت ريكويست وشغلات معينه، هنتكلم عن هدول حاجه شيء. فشو بيصير؟ السي بي يو ما حيضل يستنى فيك لما يجي وراح احتجت مثلا من هارد ديسك، احتجت من اي انبوت اوتبوت، بالتالي بتطلع من الهاد بتروح بتكون واقف ضمن كيو بنسميه انبوت اوتبوت كويري، اوكي؟ بعد ما تاخذ حاجتك ترجع مره ثانيه على الريدي، بعدين بروح على التنفيذ. هلا انت احيانا بتطلع من برا السي بي يو، يعني انت هلا انت السي بي يو ما بكون بحاجه لبعض الانبوت اوتبوت كويري، او حنتكلم عنه تايم سلايس او تشايلد فورك تشايلد او ويت فور اني انتربت، يعني اي انتربت صار معك بيكون هذا. هدول كلهم لاحظ السي بي يو ما حيضل يستنى ويتنج انك والله صار انه عمليه انبوت اوت بوت، او احيانا بتكون انت لا داخل السي بي يو وقت معين بنسميه احنا التايم سلايس، هذا بيكون تايم سلايس لكل البروسيس الموجوده. هلا خلصت مثلا، نفترض انه جزء من الثانيه، بعد ما خلصوا لك تطلع ترجع بتروح على الريدي كويري، ايه بعدين بتدخل وهكذا. او انت احيانا في بعض البروسس هنتكلم عنها، بتكون هنتكلم بالتفصيل شوي ليتر. هلا نرجع، هدول السكاجولينج، كل سكاجول لشغله معينه. اذا في عندنا جوب كويري، ريدي كويري، وفي ديفايس كويري اللي هو له علاقه بالانبوت والاوتبوت. هنتكلم عندنا وحده كامله بتتكلم عن السكاجولينج وبتفاصيلها، ناخذها ان شاء الله الوحده القادمه. هلا هون بورجيك كيف بتتم هاي العمليه باليونكس، او اليونكس طريقه البرزنتيشن للبروسيس. قلنا ان البروسيس بيكون لها ايدنتيفاير، البروسيس بيكون لها حاله، تذكروا حكينا عنه المحاضره اللي فاتت الستيتس اوف ذا بروسيس. لاحظ في عندك مصطلحين بتميز بينهم، ايش اسمه حكينا عنه سابقا تايم شيرنج، تذكروه؟ يعني لكل بروسيس قديش بدها تايم عشان ينهي هاي بديش بدها وقت. في تايم سلايس ميز بين شباب، الماده مليانه مصطلحات كثير وبدك تقدر تفهم كل مصطلح وماذا يعني. تايم سلايس بيختلف عن تايم شيرنج، التايم شيرنج قديش بده وقت، فالتايم سلايس عاده بيكون لكل بروسيس نفس التايم سلايس، مثلا بعطيه هاي البروسيس بعطيها جزء من الثانيه تتنفذ، هاي بعطيها جزء اخر. اما التايم شير قديش بدها وقت البروسيس حتى يتم تنفيذها، اوكي؟ ما نلاحظ في التمثيل هون البروسيس، هل هي بيرنت، الستراكشر ليست تبعتها، الشايلد تبعتها، التشيلدرن، اوكي؟ كمان الريسورسز اللي بتتعامل معها، الستراكشر فايل بده يفتح فايل، بده يخزن وهكذا. نلاحظ نفس اللي حكينا عنه المحاضرة السابقة اللي هي تركيبة البروسيس على ماذا تحتوي، اوكي؟ هاي هون كمان لاحظ، بعطيك كمان مثال هون اخر. هون عندك الكويري
اوكي، في عندك البروسيس الاولى، البروسيس كنترول بوك، بروسيس كنترول. فلاحظ الكويري الهيدر تبعه بيأشر على اول بروسيس وبيأشر على التيلر، بيكون بيأشر على مين؟ على اخر بروسيس. احيانا بيكون الهيدر مثلا امتي كويري، او احيانا بتلاحظ بيكون في اكثر من بروسيس مش تنتين، ودائما بيأشر على اول واحدة واخر واحدة، لاحظ. والبروسيس الثانية الأولى بتأشر على الثالثة وهكذا. أحيانا بيصير عليه مثلا البروسيس مثلا بتكون في الريبيتد كويري طوال التنفيذ، أحيانا بتكون البروسيس بصير لها ترمينيت انهاء. بيكون في أي الحالة الكويري هيدر بيكون الهيد والتايتل بيأشر على مين؟ على نفس البروسيس كنترول بلوك. هاي اللي شرحناها، طريقة تمثيل الريبريزنتيشن للبروسيس سكادولينج، انه بيكون مجموعة من البروسيس من بسموه الجوب اوكي كويري، بعدين هذا الجوب كويري بيعطي ل ريدي كويري، ريدي كويري بتروح على السي بي يو، السي بي يو هلا يا اذا خلصها ترمينيت اكزيت وبتنتهي، او اذا بحاجة لبعض الموارد الانبوت اوت بوت روح بيطلع من السي بي يو بروح على، لاحظ كيو تاني اللي هو خاص بالامت والديفايس، او احيانا وحده وقت اللي هي بنسميه سلايس تايم سلايس تبعها انتهى تطلع ترجع مره تانية على الريدي، او بتكون هاي البروسيس تستنى من التشايلد بروسيس تبعتها اللي تابعه لها نتائج معينه، فبهاي الحاله تطلع بتروح على الويتنج تستنى تاخذ قيمة، مثلا بتكون خلينا نقول بروسس بيرنت في البروسس تشايلد، يعني خلينا لو جينا هون رسمنا، في عندي هون جاي بروسس اي بي 1 بروسس 1 طالع منها بروسس ثانية، وهي كمان بروسس 3 هون. احيانا هاي البروسس تطلع برا السي بي يو بتستنى اي بي 2 مثلا نفترض 1 1، خلينا عشان نميز انها تشايلد، هاي بروسيس 1 2. هاي البروسيس منها تو بروسيس اوكي، هلا هاي البروسيس حتى تنتهي بتستنى ويتنج من البروسيس هاي تعطيها الريزلت، فهو شو بصير؟ لاحظ بصير بهاي الحاله طلعك من السي بي يو بيستنى ويتنج لما، او بصير عمليه انتربت لاي سبب من الاسباب ممكن يكون، واضح؟ هاي عمليه الريبريزنتيشن للبروسيس سكاتولينج. هناخدها كمان إن شاء الله بالتفصيل لما نتكلم. لا، السكادجولر نفسه في من ثلاث أنواع منه، بسموه لونج تيرم سكادجولر، وفي شورت تيرم سكادجولر، وفي شيء بسموه اللي هو الرقم ثلاثة هي قدامك هي هون، الرسمة هيو هون الميديوم. إذن ثلاث أنواع، شورت كاجولر، شورت تيرم سكاجولر، هذا مثال عليه إذا لاحظ، هذا في عندي اللونج تيرم والشورت تيرم. هلا اللونج تيرم مثال عليه الجوب سكاجولر، حكينا هون ركز معي شوي عشان تعرف وين حكينا، في الجوب كويري تصير بنسوي منه سكاجولر، والريدي سكاجولر، والديفايس سكاجولر اوكي. هلا مثال على شورت اللونج تيرم عفوا سكاجولر اللي هو الجوب سكاجولر، هذا الجوب سيلكت ويتش بروسيس شود بي بروت انتو ذا ريدي كويري، يعني هلا الجوب كويري بودي للجوب ايش؟ ل ريدي كويري، مظبوط؟ هلا الجوب سكاجول بيسموه لونج تيرم سكاجول، شو معنى لونج تيرم؟ يعني انه باخذ وقت اطول شوي، ليش؟ لانه مش متعامل مباشره مع السي بي يو، بالتالي السكادجولينج في الوقت بياخذ وقت اطول منه اوكي. يعني نفترض انه هون
نحكي هون بالملي سكند، هون بالمينت السكند، هون من ملي سكند. الشورت تيرم سكاجوال او سموه سي بي يو سكاجولر سيلكت ويتش بروسيس شود بي اكسكيوت نيكس اند ايش كيس السي بي يو. يعني هون اللي هو هذا بيمثل مين السي بي يو سكاجول، اللي هو بيكون الريدي اللي هو هون، يعني هي هون بيكون الريدي. شو الريدي؟ هي ريدي كويري، ريدي كويري بيكون مباشرة مين بتروح تتنفذ على السي بي يو. اما الجوب اللي رسمناها الجوب هاي، الجوب لو جينا نرسم الجوب هون هيو كويري سويناه كويري، هذا الجوب كويري. اوكي لمين بيعطي الجوب كويري؟ بروح لمين؟ لا ريدي. هلا هون وقت بده لما يسوي الجوب سكاجولينج هون بده لونج تير لونج تايم، هون بده شورت. ليش؟ لانه الريدي كويري بيكون محدد فيه ايش البروسيس اللي بتكون تتنفذ مباشرة في السي بي يو. هون لسه بدها بتكون ايش؟ شو الجوبس شو البروسيس اللي لسه بدها تروح على الريدي كويري. الريدي كويري بتكون اوريدي صارت وين حكينا؟ حكينا في الريدي كويري، قلنا في الريدي كويري وين بتكون؟ الريدي لما بتكون ريدي بتكون ايش؟ بتكون all process in the main memory ready and waiting to execute. ما في الجوب كويري شو بتكون؟ بتكون all process in the system، يعني كل البروسيس بدي انفذها بتكون بدي اجي انفذها على السي بي يو بوديها اول شيء على الجوب كويري. لما بتكون موجوده على الميموري وجاهزه بس عشان تروح تكسكيوت بتكون وين؟ بتكون ريدي كويري. فعشان هيك الجوب سكاجولر بده لونج تيرم، مو لونج تيرم سكاجولر بده وقت اطول. اما خلينا نقول الريدي او السي بي يو سكاجولر بده شورت تيرم سكاجول بسموه، بده ايش؟ وقت اقل عمليه تنفيذه. عشان هيك سم تايم ذا اونلي سكاجول ان ذا سيستم اللي هو بيكون اللي هو السي بي يو السكاجول فعليا اللي بيكون على اللي هو سيستم. هلا شورت تيرم سكاجول انفولف فيري لاحظ بالملي سكند، شايف؟ لونج تيرم سكاجول سكند او مينت بده. ليه؟ انه شورت تيرم سكاجول بده يكون سريع، must be fast. ليش؟ لانه بيتعامل مباشره مع السي بي يو. اما الجوب اللي هو بنسميه اللونج تيرم سكاجول maybe يكون ابطا شوي سلو. ليش؟ لانه لسه بده يعني خير جاي. اعطيك مثال، الطابور الناس اللي بتكون برا البنك باجي يعني لو اخذ وقت في تنظيمه بيختلف عن لما بده ياخذ تنظيم الطابور اللي بده يكون جوا البنك بيستنى اللي هو خلينا نقول التيلر او امين الصندوق انه ينفذ له عمليته. ليش؟ لانه ده خلاص مباشره اول ما يخلص اول بده يدخل الثاني عند التيلر او عند امين الصندوق، في حين برا لسه مرحله لسه لما يدخل البنك فبده وقت اطول. عشان هيك لاحظ بيمر معنا كمان the long term schedule control the degree of multi programming. عشان هيك بسموه long term، بسموه degree of multi programming لانه بتعامل مع اكثر من البرنامج، بيكون فيه اكثر من برنامج تعامل معه. البروسيس كان بي البروسيس نفسها بنقدر نسميها اما IO bound process او CPU bound process. شو الفرق بينهم؟ ال IO bound process expend more time doing input output than computation. يعني هلا البروسيس نفسها هي موجوده تتنفذ على السي بي يو، في بروسيس بسموها اي او باوند بروسيس، في بروسيس بسموها سي بي يو باوند بروسيس. شو الفرق بينهم؟ البروسيس نفسها يعني مثلا بروسيس معينه بدها تروح الاولانيه الباوند بروسيس اللي هي انبوت اوتبوت، اللي هي مثلا البروسيس مهامها او عمليتها كلها انها مثلا والله تخزن على الهارد ديسك او تقرا من الانبوت ديفايس او الاوت، بغض النظر شو هم كان، هاي بتكون لاحظ spend more time doing input output than computation. هلا السي بي يو بدل ما يقعد يعني البروسيس هاي ما فيها عمليات، بالتالي
many short CPU bar. إذا بدها وقت مرة ثانية الانبوت اوت بوت باوندري بروسيس، وقتها الوقت تبعها في البروسيس هذا بيكون دوينج مع مين؟ مع الانبوت اوت بوت ديفايس، او الانبوت اوت يعني بده يروح يقرا من ملف، بده يروح يعدل على ملف. بالتالي العمليات اللي بتكون عنها اللي بده يشتغلها جوا البروسيس جوا السي بي يو بتكون الكمبيوتيشن او اجراء العمليات بتكون شورت، يعني وقته اللي بحاجه فيه جوا السي بي يو قليل. ليش؟ لانه هاي البروسيس اغلبيه شغلها مع الانبوت اوت بوت، عشان هيك بسموها ايش؟ اي او باوند بروسيس. النوع الثاني بسموه السي بي يو باوند بروسيس spend more time doing computation، يعني عمليات شيء فيو لاحظ very long CPU، يعني بتاخذ وقت يعني من شغل السي بي يو. يعني اعطيك مثال اخر، هاي البروسيس بتروح بتجيب من الهارد ديسك او من بتروح بتخزن ملف، فبالتالي الشغل اللي بدها اياه جوا السي بي يو قليل، في حين في بروسيس بتكون مثلا عمليات جمع قيم ضرب كذا، فبدها لونج تايم ايش جوا السي بي يو. واضح؟ اذا هذول كمان مصطلحين مهمات جدا نعرفهم بالنسبه للبروسيس، ان هل هي اي او باوند بروسيس او سي بي يو باوند بروسيس. عشان نلاحظ في كمان النوع الثالث سكاجول، احنا حكينا عن الشورت، حكينا عن اللونج، النوع الثالث بسموه الميديم تيرم سكاجولينج. اذا في عندنا السكاجولينج ثلاث اشكال بيعتمد على الوقت، اما الشورت او اللونج او شيء بنسميه الميديم. اوكي، او بنسميه الميديم. الشورت خلصنا منه. طب شو الميديم؟ الميديم بيستخدم بيجي وسط بين اللونج والشورت، وهو يستخدم في شيء بنسميه السواب. شو هو السواب؟ احيانا تذكر لما حكينا لما بتيجي البروسيس اجت هون اوكي راحت على السي بي يو، لما انتهت ولا ويتنج فور انبوت اوت بوت ديفايس، هي راحت سوى سواب. سواب لما بيكون مثلا في عنده في المين ميموري بيروح يستخدم موارد في المين ميموري او يحجز اشياء، فبصير عمليه بنسميها السواب، فبيطلع برا السي بي يو بيروح على اللي بسموه هلا. هو ما انتهى، بس هو بارتيكولار اكسكيوتد سواب اوت بروسيس، يعني طلع برا البروسيس مثلا بده يغير في يحجز مكان في ياخذ يسوي سوابينج في الميموري، بالتالي بيروح بيسوي عمليه شيء بنسميه سواب. اوكي، بيطلع كثير عم تنفيذ سواب، بيرجع مره ثانيه للريدي، هو ليس ويتنج. اوكي، هذا بنسميه سواب اوت سواب ان، بيسوي عمليه جاي سوابينج، هذا بنستخدم معاه بنسميه الميديم تيرم سكاجول. لا بده هو، لا هو سريع جاي ريدي كويري، يعني لا بده شورت ولا بده لونج تايم. اوكي، لونج تيرم. اوكي، هو ليس شورت تيرم وليس لونج تيرم، هو بيجي ميديم، هو بنستخدمه في عملية السواب والسواب اوت. في اي استفسار يا شباب لهون؟ بعرف انه في شوية صعوبة، انا وفرت لك بعض المصادر انك ترجع لها وتقرأ فيها بزيادة. تبيوس سويتش تو انذر بروسيس، لاحظ السواب بده يصير سويتش، يعني معناها سويتش تو انذر بروسيس. System must have the status of the old process and load the save status of the new process من خلال شيء بنسميه context switch. في لما بده تذكروا الرسم في اول المحاضرة، قلنا في process 0 process 1 بيسوي swap، بالتالي هو بحاجة يخزن ال status of the old process ويسوي load لا ايش سيف ذا ستيتس ذا نيو بروسيس من خلال شيء بنسميه كونتكست سويتش. الكونتكست اوف ذا بروسيس ريبريزنت، بيتم هذا الكلام باستخدام ايش حكينا عنه اللي هو البروسيس كنترول بلوك. اوكي، واضح يا شباب هذا الكنترول بلوك. طيب نيجي هلا بدنا ندخل على تفاصيل اكثر اللي هو التعامل مع
بصير كرييشن للبروسيس او ترمينيتد للبروسيس. البروسيس كيف بيتم انشائها؟ كرييشن، وكيف بيتم، فما ندخل في تفاصيل اكثر. فما نتكلم عن هلا البروسيس كرييشن، في ايش بدنا نميز، نقدر نميز ما بين بيرنت بروسيس كرييت تشيلدرن. يعني في بكون عندي بروسيس بيرنت اللي هي الرئيسيه هاي مثلا البيرنت، وممكن هاي البروسيس البيرنت هي بتقوم بانشاء ايش شو بنسميه تشيلدرن بروسيس من البيرنت. اوكي، هاي تشايلد 1، هاي تشايلد 2، وهكذا. اوكي، وان تين كريتد ذا بروسيس فورمينج تري اوف بروسيس، فهي بتيجي على شكل تري. ممكن كمان يكون جراند تشيلدرن. يعني كيف جراند تشيلدرن يا شباب؟ يعني لو جينا هون على البروسيس هاي كمان، خلينا بس نمثل لكم اياها، ممكن هاي كمان تطلع من تشيلدرن جراند تشيلدرن، يكون كمان ايش بروسيس ايش اخرى، وهكذا بتكون على شكل ايش تري. عشان جنريت بروسيس ايدنتيفاير اند مانج من خلال شيء بسموه كل بروسيس، كل بروسيس من هذول البروسيس لها شيء بنسميه اي دي، او بنسميه بروسيس ايدنتيفاير. ايش؟ حتى استطيع تعامل مع كل البروسيس اذا بدي اسوي مثلا تيرمينيتد او انهاء البروسيس. هذا باختصار بنسميه البي اي دي. البي اي دي لكل بروسيس، اذا سواء كانت بيرنت او كانت تشيلدرن او كانت ايش تشايلد بروسيس. بالتالي كل بروسيس بدها تكون لها من شيء بنسميه بروسيس اي دي. يا شباب اي استفسار؟ سامعيني يا شباب ولا انا؟ يا شباب معك سامعين؟ دكتور. يعني اعرف اني اتاكد انه دكتور سامعين. عشان هيك في شيء بنسميه resources sharing. يعني احنا حكينا انه في عندي بروسيس تكون بيرنت، وفي تشيلدرن child، وفي الجراند تشايلد، هكذا. طب بالنسبه للريسورسز، لما البيرنت البروسيس تسوي ريسورس بصير شيء بنسميه resources sharing. يعني parent and children share all resources بينهم. Children share subset of parent resources. يعني ممكن يكون children مش ماخذ كل الريسورسز، ماخذ ايش subset منها. Parent and child share no resources. ممكن parent and children execute concurrently. ايوه، رجع مفهوم الكرنت. هلا اذا كانت البروسيس، إذا كانت البروسيس هي بيرنت وعندي تشيلدرن، فالتنتين لاحظ بتنفذوا كونكرنتلي. جعنا لمفهوم الكونكرنت اللي حكينا عليه بشابتر 1. احنا قلنا البروسيس اما بتتنفذ سيكوانشال، اوكي، او بارل، او كونكرنتلي، ذكرتوه. لا، اذا كان بيرنت وتشيلدرن فهي بتتنفذ كونكرنتلي، يعني التنتين بنفس الوقت. طيب هلا احيانا الاصل الشيلدرن، لاحظ البيرنت ويت انتل شيلدرن ترمينيتد. يعني هلا ما بقدر اجي، يعني لو رجعنا رسمنا الرسمه، خلينا نرجع نرسم الرسمه عشان توضح الصوره. هاي البروسيس اللي هي بيرنت، جاي منها تو بروسيس شيلدرن. اوكي، هاي بيرنت، هاي تشايلد 1، وهاي تشايلد 2. هلا الريسورسز بتكون ل اول ل تشايلد، و اللي هو ايش للبيرنت. معاي في نقطة مهمة جدا، بيرنت ويت، البيرنت هون بتضلها ويت لمين؟ until children terminated. ما بيصيرش يصير لهاي البروسيس البيرنت انتهاء قبل ما تنتهي تشايلد، بصير مشكلة عندي. هاي نقطة تنتبه لها شوي. ليش؟ لان هدول التنتين بروسيس كرييتد من البيرنت، مزبوط ولا لا؟ اوكي، فبالتالي حتى يستطيع ترمينيتد للبروسيس البيرنت لابد ان تكون ايش
هاي بتضلها waiting till ايش؟ children terminated. هذول ما بيجي يتنفذوا بتنفذوا concurrently، يعني هاي بتتنفذوا الاثنين. احيانا بصير مشاكل، شو بصير اذا بتتذكروا الرسمه رجعناها بشوي. احيانا البروسيس بصير الها بنطلعها من السي بي يو، ليش؟ لانه لسه بدي حتى تتنفذ هاي تنفيذها تستنى بعض الايش؟ بعض الداتا من البروسيس الثانيه او بعض الداتا وريفر اللي حنشوفه لما نتكلم قدام شوي. فبالتالي بيطلعها بما تخلص او انه تشارج مثلا بدا بعض الريسورسز مش موجوده بيستنى بتصير على الويتنج، او هاي بتصير على الويتنج حتى لما تخلص ايش البروسيس الثانيه. اذا مش متذكر نرجع على الرسمي ها عشان تشوف. ها شايف احيانا شو بصير؟ فورك ذا تشايلد انشا هون تشايلد اكسكيوت بضل بدها تروح تتنفذ لما تخلص عشان ايش البيرنت تتنفذ. بيكون في حاجة لمجموعة من بعض اللي هي خلينا نقول الداتا من تشايلد. اوكي اذا انشائها كيف بيتم انشائها؟ بحث. كمان في شيء اسمه ادريسز بيس تشايلد دوبليكيت اوف بيرنت. تشايلد هاز بروجرام لودد انتو ات. في على كل سواء البيرنت او التشايلد بيكون في عنده له ادرس عشان اقدر اتعامل معاه. هلا معطيك اكزامبل، اكزامبل كيف بدي انشئ. في عندي تو فانكشن في اليونكس، واحد اسمها فورك وواحد اسمها اكسكيوت. الفورك هي سيستم كول كرييت نيو بروسيس. اذا عشان مثلا تبرمج، هلا الكتاب هون لما بيدرسوه برا احنا ما عندنا عملي، هون في عملي. كيف عملي؟ بيطبقوا يعني بيكتب كود كيف بنشئ بروسيس. اذا شغال انت يونكس في عندك فانكشن اسمها فورك، هي سيستم كول، هي مسؤولة عن نيو بروسيس، انشاء بروسيس جديدة. كمان اكسكيوت سيستم اللي هي سيستم في اكسكيوشن اللي هي سيستم كول يوز افتر فورك تو ريبليس ذا بروسيس ميموري سبيس وذ ذا نيو بروجرام. اوكي هلا هون كاتب لك زي مثال معطيك الحالات. هاي الرسم بس شوفها، خليني بس امسح لك هدول. انشا فورك سوى تشايلد، هاي البيرنت. لاحظ البيرنت بروسيس اذا كانت بيرنت بتضلها في الويت. ليش بتضلها بالويت؟ لانه بستنى تشايلد تتنفذ اكسكيوت، والاوت تبعتها لما بيعطي المخرج لها بياخذوا البيرنت، بعدين بتتنفذ البيرنت وبيكمل العمليه. واضح الفكره؟ في امر عندي اللي هو فورك، في اكسكيوت، اوكي، وفي اكزيت، كلهم موجودات في اليونكس. وهو اظن حاطط لك هون مثال في الكتاب على تنفيذهم. اوكي هاي هون معطيك هون على السي، بلغه السي هاي الفورك فانكشن اسمه فورك. اوكي هذا ككودينج كيف مبرمجه سي بروجرامينج فوركينج سيبريتد بروسيس. هاي برمجتها، لاحظ هاي الويت اللي حكينا عنه، الاكسكيوت، هاي الفورك، وهكذا. يعني مش مطالب فيه، بس عشان تعرف انه هذا كله بتبرمج في اليونكس. لاحظ هاي مثلا عندي بروسيس البيرنت، هاي هدول تشايلد، اكتب لك البرنامج لاحظ كيف هذا التشايلد هاد جراند تشايلد وهكذا. فعليا لاحظ ما بقدر اسوي اجي اسوي ترمينيتد لا انشيلايز لهي القيمه البروسيس هاي. ليش؟ لانه كل هذول معتمدين عليهم. بالتالي عاده لاحظ بتنفذ هاي البروسيس اول شيء، هاي حصيلتهم ببعث الداتا لهون، نفس الشيء هون ببعث الداتا وهكذا، بيجي الانشيلايز بتجمع بيعطيني ايش اللي هو. لاحظ كل بروسيس لها اي دي، هاي لاحظ البي اي دي، هاي بروسيس 0، هاي 1 2 3 وهكذا، كل بروسيس شو وظيفتها. بنوقف لهون، نتكلم المحاضرة الجاي. احنا حكينا عن البروسيس كرييشن، كيف هلا بصير البروسيس ترمينيشن. ايه بنوقف لعندهم. طيب خليني بس الله اعطيكم بعض الملاحظات او نرجع على صفحتنا.
راح يكون ان شاء الله عندنا امتحان قصير، مش الترين القادم، اللي بعديه، اوكي، في خلينا نقول اول شابتر، خليني نسهل عليكم تجيبوا علامات فيها كويسه. رفعت لكم اذا بتلاحظ هاي في يوم صار الساعات المكتبيه الالكترونيه كمان موجوده في الماده، رفعت لك هون لهو حجمه كبير ما نزل معي، حطيت لك اللينك تبعه، كتاب بيحكي باللغه العربيه، هلا مش يعني انتبه معي احنا مادتنا بالانجليزي بس نوع من انواع تسهيل عليكم. اوكي، شو التسهيل عليكم؟ هاي اللينك تبعه، ما بعرفش اذا حياخذ وقت مني لما يظهر، خليه بين ما يحمل. رفعت لك كمان هاي الاساينمنت رقم 3، ساش مصادر التعلم، محاضرة هاي قلت لك بعض المصادر، مراجع اخرى بالاضافة في بعض الفيديوهات اللي تحضرها غير فيديوهات المحاضرة. في عندي شوية بطء لأنه أوكي. هاي الشابتر 1 انتروداكشن، في اسمه يونت احضروها، هذا على اليوتيوب، وهون بالإضافة بحكي عن الموضوع نفسه بس من مصدر آخر. نفس الشيء شابتر 2، شابتر 3 اللي هو بنحكي احنا عن الاوبريتكس، هون على البروسيس، هون هذه الوحده بتتكلم، بس دي شوي اي، هون جاب لي اياه، نزل الكتاب، شايف هذا الكتاب بيشرح نفس المواضيع اللي بنتكلم عنها بس شارحه بالعربي، يعني نوع من انواع المساعده لك، ولكن انتبه معي ما كنت بدي انزله، ولكن بعض الطلاب طلبوا، ف ما دام انه مش عارفين يعني بيسهل عليهم شوي ما عندي مشكله. الكتاب دقيقه يفتح لكم اياه من عندي بدل ما يصير داونلود. وظل 3 دقائق او دقيقه حتى ضايل، إذا ما حالفنا نكمله الصفحة ظاهرة عندكم يا شباب. دكتور ما ظهر، شوف الحضور والغياب دخلتوهم. شباب هو بيحمل لانه في لود عشان مشغلين احنا الزوم. حاول اسكر الصفحات يخفف. يلود شوي، المهم انا احط اللينك زي ما حكيت لك هون، البروسيس هذا بس اعدل لكم عليها، شابتر 3 اللي هو البروسيس. لا اوكي، اي استفسار ظل نص دقيقة مش رح يلحق، يعني اذا حمله مع اني كبس دبل كليك، ولكن في لود مش اوكي، في لود مش يعني مش ظاهر معي لسه.